كمواطن أرجوك إن أنت لو كان في بديل محلي للسلعة المستوردة من فضلك اشتريه. لو في تلاجة محلية، غسالة محلية، هدوم محلية، من فضلك اشتريه، لأنه إحنا مش عايزين نضغط مرة أخرى على المستورد. ده جزء. الجزء التاني كمصنع أرجوك، إحنا محتاجين إن أنت تحسن صناعتك عشان نقدر نشتري هذا المنتج بشكل جيد. نزلنا البنوك النهاردة، تعالوا نشوف رد فعل الناس في البنوك. والله تعاملك اليوم ماشي طبيعي جدا، بس كان في تساؤل كتير من العملاء بتاعتنا. كان كل العملاء مش عارفه ايه اللي بيحصل، كان في تخبط الاول الصبح، بس الفيدباك او الواحد حسه من راي العملاء اللي واخده منهم ان الناس عاجبها اللي بيحصل، لان الناس كانت وصلت لمرحله ان هي كانت مش عارفه الدنيا رايحه فين. اللي حصل ده اداهم بؤره امل ان شايفين في تحسن، سواء بقى لسه يعني ما حدش بيعرف اللي جاي هيبقى عامل ازاي، كله بتاع ربنا ان شاء الله، بس على الاقل ان في تغيرات حصلت، في قرارات حصلت. انا مستورد قطع غيار سيارات بتعمل بالدولار وباليورو. انا سعيد باللي حصل، وسعيد بان احنا كتجار ابتدينا ناخد موقف من المضاربات اللي على السوق، واحنا مش هنشتري قبل 15 يوم اللي الشعبة قالت عليها. بس أنا عندي ملحوظة إن النهاردة السعر 13.75، الصبح كان 13، مش معقول في نفس اليوم أغير السعر. طب أنا لو عندي عايز أبيع هستنى النهاردة، استنى بكرة أقول هيغلى. لازم السعر يبقى ثابت على الأقل اليوم طول اليوم. أنا صاحب شركة تصدير حاصلات زراعية. الفترة اللي عدت دي اشتغلنا على حساب إن الدولار ب17 و16 و18. احنا دلوقتي جابلتنا مشكله، ان احنا جابلتنا خساره، نزول الدولار ده عمل لنا احلى مشكله. وبالنسبه للتغييرات، انا بطول السوق البنك ما هو نفس سعر السوق السوداء بره. انا هنشتغل تبع، نحول البنك، غير البنك، نتعامل مع البنك. انما لو السوق السوداء اعلى من البنك طبعا هنضطر ان نشتغل، لان انا ليا منافسين، ليا زمايلي شغالين بحوله من بره، يبقى هو هيبقى اقوى مني في السوق. لازم يكون السعر بره في السوق السوداء مطابق نفس السعر اللي في البنك.